السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. درس يومنا بفضل الله تعالى طلسم لهلاك الظالم ومن أخطر الطلاسم الذي عثرت عليها بفضل الله تعالى. قبل ما نبدأ أخي وأختي الكريمة، تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك واذكر الله في التعليقات. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات. فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سوف راح أرسم أمامك الطلسم بفضل الله تعالى، ولابد من النصيحة الذي أنصحها لك. هذا الطلسم خطير خطير جدا، لا تفعله إلا ومتأكدا إن هذا الشخص الذي تفعله له قد ظلمك، لأن لو عملته إلى شخص ولن يتم إنه ظلمك فسوف أنت يرد عليك في نفس الساعة وفي نفس الوقت سوف تدمر. فبلاش، لو ما كنتش متأكد من هذا الشخص فبلاش تكتب اسمه في هذا الطلسم. قول توكل بمن ظلمني أو سرقني أو أذاني، كل هذا. لكن لو عارف اسم هذا الشخص الذي سرقك أو ظلمك أو افترى عليك في شيء فاذكر اسمه. لم تعرف اسمه فلن تذكره، إلا إن لو ذكرت اسمه في هذا الطلسم وتم وأثبت إنه لن يأذيك فسوف يرد عليك كل الأذى، أنت سوف تدمر حياتك إلى جحيم. فإن كنت عارف هذا الشخص فاذكر اسمه، لم تعرف اسمه فبلاشا تذكر اسمه نهائيا. فوكل بما ظلمك وبما افترى عليك ومن سرقك فتوكل به، لكن ما تذكر اسمه نهائيا في هذا الطلسم. سوف أرسمه أمامك في ورقة، يكتب في ورقة بيضاء من غير السطور بقلم أسود، قلم أسود يكتب به قلم أسود في ورقة بيضاء من غير السطور يوم الأحد، يكتب يوم الأحد بعد صلاة العشاء، يكتب يوم الأحد من غير صرف عمار ولا أي شيء، تحصن فقط، وهو تحصين آية الكرسي فقط 21 مرة، تتحصن بآية الكرسي فقط، لا صرف عمار ولا أي شيء ولا بخور ولا أي شيء. ترسم هذا التلصب في ورقة بيضاء من غير السطور بقلم أسود، وشرط لازم أن يكون قلم أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. المربع ده الذي يذكر فيه اسم الشخص او اسم امه، ما عرفت اسمه اكتب الى لمن ظلمني، الى من ظلمني وافترى علي او سرقني، اكتب ما تريد في هذا المربع، اكتب في هذا المربع فلان ابن فلان. هنا هذا الاسم واسم والدته، عرفته اكتب اسمه، لن تعرفه فاكتب الى من سرقني او من اذاني او من افترى علي، ما تريد اكتبه في هذا المربع يكون كبيرا، كبر هذا المربع يكتب فيه ما تريده. هنا حرف الحاء،
هنا ميم، هنا نون، هنا قاف، هنا جبرائيل. هنا عزرائيل. هنا إسرافيل. هنا ميكائيل. هذا المربع. هنا حرف الحاء، وهنا ميم، وهنا نون، وهنا قاف، وهنا ميكائيل، وهنا إسرافيل، وهنا جبرائيل، وهنا عزرائيل، وهنا حرف اسم الشخص واسم والدته إن عرفته، لن تعرفه فأكتب من ظلمني ومن آذاني ومن افترى علي. أكتب ما تريده، ما راح منك، تريد أن تعرف من هو الشخص، سوف يظهر أمامك في الرؤية بفضل الله تعالى هذا الشخص، وهو يتعذب، وسوف تعرفه إن كان هو الذي أذاك مين، فسوف تعرفه في الرؤية وهو يتعذب بفضل الله تعالى. هذا هو الطلسم بفضل الله تعالى، يرسم هكذا، تكتب هنا اسم الشخص وهذا الحرف، يكتب يوم الأحد، وهنا نكتب توكلوا يا خدام هذه الطلسم إلى فلان ابن فلان، لن أعرفه فأكتب إلى من ظلمني، إلى من ظلمني. هنا علامة فيه، تكتب توكلوا يا خدام هذا الطلسم إلى فلان ابن فلان، لن أعرفه، فالذي أكتبه هنا في المربع أكتبه هنا، إلى من ظلمني بكذا بكذا، دمروه وتذكر ما تريده منه، تذكر ما تريده في علامة فيه هنا، تذكر ما تريده، دمروه، افعلوا ما تريده فيه، اذكره، ثم تقول بارك الله فيكم وعليكم. فهنا الذي تذكره في المربع هنا تذكره هنا بفضل الله تعالى، وتذكر هنا ما تريده، توكلوا يا خدام هذا الطلسم إلى فلان ابن فلان، دمروه، أذوه بما عملوا فيه سوف تعملوه فيه، وتذكر ما تريده وتقول بارك الله فيكم وعليكم. هذا يكتب بورق، في ورقة بيضاء من غير سطور وشرط يكون قلم أسود بفضل الله تعالى، يكتب يوم الأحد بدون صرف عمار ولا أي شيء، بدون تحصن فقط، تحصين بآية الكرسي فقط بفضل الله تعالى. بعد هذا الكتابة وأشرط عليك
إن لم تعرف اسمه ومتأكدا منه فلن تكتب اسمه، لأنه سوف يرد عليك في الحال، يرد عليك في الحال. هذا طلسم خطير جدا جدا جدا، فلن تعمله إلا أن تكون واثقا من هذا الشخص، وإن لم تكن واثقا منه فلن تعمله، سوف يرد عليك أنت وسوف تتأذى أنت. فلئن لم تعرف اسمه فلن تكتب اسمه، اكتب إلى من آذاني أو من سرقني أو من ما درى معك بي من هذا، فأقول إلى من وهما سوف يعرفون من الذي أصابك بسحر أو أصابك بأذى أو أصابك بكذا، وسوف يرد عليه وسوف يدمره تدميرا. وتأخذ هذا الورقة، وبعد خلاصها الساعة، بعد الساعة 12 بالضبط بفضل الله تعالى، تأخذ هذا الورقة وتحركها فوق بيتك وتنفخها في الهواء. بعد خلاصك تركن هذا الورقة، وبعد الساعة 12 تأخذ هذا الورقة في منتصف الليل وتطلع فوق بيتك وتحركها وتنفخها في الهواء، تفررها في الهواء ما يعدي 3 أيام إلا وترى في منامك من ظلمك ومن آذاك، من سرقك، من سحرك، سوف يدمر كله، تراه في المنام بفضل الله تعالى. فأكتب هذا ووكل بما قلت لك له عليه، ولا تخف، ليس لها ضرر إلا إن لم تكتب اسم هذا الشخص، إن لم تكون عارفه ومتأكدا منه. فإن لم تكون متأكدا منه فاكتب إلى من ظلمني أو من سحرني أو من آذاني، اكتب هذا. وأي استفسار عستو اكتبوه في التعليقات، واذكروا الله في التعليقات. بارك الله فيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما كنا مفتاح كل شيء، الصلاة على الحبيب، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.